حتة بسكوت يا كلام، كلمات ملاك عادل، لحن مديان، توزيع أحمد عادل. الحمد لله يعني انتهينا من تسجيلها كأوديو. التصوير بتاعها بس هو اللي أخرنا، كنا المفروض ننزلها في العيد، يعني كان المفروض تبقى نازلة أول يوم العيد بس أخرنا لأن إحنا مش هنصور، يعني أنا وسيكا ومقربين مننا يعني بنفكر مع بعض كلنا، فكنا مقررين إن إحنا نصور برا مصر، فالتصاريح مع اختيار المخرج مع الحاجات دي كلها عطلتنا شوية، فبإذن الله يعني بنحاول إن إحنا نسرع الموضوع أكتر عشان نخلصها وتنزل الفترة اللي جاية على طول بعد العيد إن شاء الله بأمر ربنا. هو هيبقى مخرج لحد دلوقتي إن هو إيطالي، ده اللي إحنا عملنا كونتاكت معاه واتكلمنا وشوفنا اللوكيشن اللي ممكن نصور فيها. هتصور في إيطاليا المفروض إن شاء الله، في روما وفي أماكن تانية من إيطاليا. لسه بقى الستوري بورد بتاعها ما اتفقناش على شكله هيبقى طالع ازاي، بس هو يعني ان شاء الله مش هيبقى فيها اي مشاهد جارحة، اي حاجة دون مستوى ان شاء الله. يعني ممكن حتة بسكوت انا كده مرضي ومبسوط، والنبي بطل تحلو يا سيدي اكتر من كده. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوادي. www.washwasha.org